الالبومات اللي احنا بنبيعها دي ليه بنبيعها فاضيه كده؟ يعني ما فيهاش صور ليه يا ابني؟ مش بنبيعها لاجانب، الاجانب ما بيفهموش في الصور العربي. عادل سعيد. ايه ده ثروت حسين، ازيك؟ ازيك يا ثروت، عاش من شافك يا عم. ما انت لا بتسال ولا بتتصل، خلاص نسيت صاحبك؟ لا يا عم ما نسيتش ولا حاجه، ازاي بقى وانا اقدر انساك يا عم ثروت؟ بس هي مشاغل. ولا يا رمزي؟ نعم. مش فاكر ثروت؟ يلا فاكره طبعا يا دوله يا استاذ ثروت. فاكر لما كنا بنحط لك الصواريخ، ها، اللي بتفرقع دي في كوبايه البرتقال، تيجي تشربها تفرقع في وشك. جري يا رمزي. ايه بقى؟ ايه اللي فكرك بالحاجات دي يا اخي؟ ده احنا كنا عيال صغيره قوي. يعني ما كناش عيال صغيره قوي قوي، يعني كنا في ثانوي ساعتها. ما خلاص يا عادل، دي كانت حاجات قديمه وانتهت. يلا والله بس كانت ايام جميله. تعالى ثروت، تعالى اتفضل. رمزي روح هات حاجه يشربها لثروت، روح هات له برتقال. لا مش عايز برتقال. خلاص روح القهوه هات اي حاجه غير البرتقال. عيني عيني، منور يا استاذ ثروت. الله يكرمك. يا سلام يا سلام يا ثروت، والله منور يا اخي. ده انا مبسوط جدا ان انا شفتك. انت اخبارك ايه؟ انت يا عم لا بتسال ولا بتتصل، خلاص يعني ما بقيناش نعرف بعض غير علشان المصالح. لا ولا مصالح ولا حاجه، بس انت عارف المشاغل يعني يا ثروت. المهم انا جاي لك دلوقتي في مصلحه. انت عارف ان انا شغال في مصلحه البريد، والمصلحه كل سنه بتطلع مصايف لراس البر بسعر مخفض جدا، والعبد لله كان حاجز 4 تذاكر في الاتوبيس، اتوبيس مكيف وعشه متقفله سوبر لوكس على البحر ب 350 جنيه بس. يا سلام يا سيدي، ربنا يكرمك يا عم. تروح وترجع بالسلامه؟ لا ما انا مش هروح. يبقى اكيد مش هترجع بالسلام. بعد ما حجزت ودفعت الفلوس، مراتي رجلها كسرت امبارح، والدكتور قال انها لازم تقعد في السرير لمده 2 اسبوع، فرجعت تاني بقى علشان ارجع فلوس الحجز، قالوا لي ما ينفعش. طب وبعدين هتعمل ايه؟ ايه رايك لو تطلع بدالي ب 350 جنيه بس اسبوع كامل في راس البر وعيش على البحر؟ والله يعني انا بقالي كتير جدا ما طلعتش مصيف. خلاص يبقى تجيب ال 350 جنيه دلوقتي وتجهز نفسك بكره، وبعد بكره الساعه 6 الصبح تاخد الاتوبيس المكيف من قلب ميدان لازغلي. ماشي، هي فرصه حلوه بس انا يعني مش مجهز نفسي يعني. خلاص يبقى توافق بسرعه عشان تلحق تجهز نفسك بكره. ماشي، هات التذاكر. هات الفلوس الاول. ايه ده ايه ده ايه ده، انت مش مأمن ولا ايه يا ثروت؟ لا طبعا، البرتقال اللي الاستاذ ثروت بيحبه. برضه جبت برتقال؟ رانيا عندي ليكي مفاجأة جامدة جدا. ايه يا عادل؟ انت حقيقة اثبتت ان انت بتخلف؟ انا بتكلم بجد، عندي ليكي مفاجأة فظيعة فظيعة فظيعة. ايه الحاجة اللي احنا ما عملناهاش بقالنا كتير جدا؟ السوبر ماركت، التلاجة فاضية ما فيهاش أي حاجة بقالها فترة. لا لا لا، سيبك من السوبر ماركت، دي كلها حاجات مقدور عليها. لا حاجة تانية ما عملناهاش بقالنا كتير جدا، بقالنا قد إيه؟ أنا جايب لكم النهاردة مفاجأة فظيعة جدا، جايب لكم رحلة مصيف لراس البر لمدة 2 أسبوع. حياتي بجد يا عادل، ده خبر لطيف جدا، أنا مبسوطة جدا. أنا بقالي كتير قاعدة في البيت زهقانة ونفسي أروح أصيف. ميرسي يا عادل، ربنا يخليك ليا. جهزي نفسك بقى، بعد بكرة الصبح هناخد الأتوبيس بتاع راس البر الساعة 6 صباحا. يا سلام يا عادل، دي ياسمين هتفرح جدا. أما أروح أقول لمامي ونجلاء يحضروا نفسهم. لا 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 لا، استني استني، أصلي في عندنا مشكلة في الحكاية دي. إيه؟ إحنا معانا 4 تذاكر بس، يعني أنا وأنتي وماما وسناء وياسمين على حجرنا. يعني إيه؟ مامتي ونجلاء يقعدوا على حجرنا برضو؟ لا 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 طبعا مش هينفع، بس هما يعني ممكن يقعدوا على حجر بعض هنا في البيت. انت بتهرج بقى يا عادل. بص بقول لك ايه، انا مش ممكن اطلع اصيف واسيب مامي ونجلاء لوحدهم في البيت. خلاص صح، غلط ان احنا نسيبهم لوحدهم في البيت. هما يسيبوا البيت فتره ما احنا بنصيف، نرجع من المصيف هما يرجعوا. انا ما امنش ان هما يقعدوا لوحديهم، انا اضمن مثلا ياخدوا حاجه ولا بتاع. بقول لك ايه، انا مش هطلع اصيف واسيب مامي ونجلاء هنا. اشمعنى امك واختك؟ امي واختي بيعرفوا يعوموا. مامتي واختي كمان بيعرفوا يعوموا؟ ايه ده، معقوله من غير عوامه؟ عادل بقول لك ايه، انا مش هطلع من غير مامي ونجلاء. انا بقول لك اهو. ايه اللي بتقوليه له؟ يعني انا اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ انا اصلا جايب 4 تذاكر، الاربع تذاكر دول انا اللي جايبهم بنفسي بفلوسي. اقول لامي واختي ما تطلعوش؟ لو مكسوفه اقول لهم انا. هو احنا بنتخانق على مين اللي يقول؟ معقوله يعني؟ قولي بقى يا هانم، قولي ان انت زهقتي منهم ومن قرفهم. بالظبط كده، اديك قلت بقى المفيد اللي انا نفسي اقوله فعلا. اه فعلا ده اللي نفسك تقوليه، انت اللي زهقانه منهم، لكن انا بالنسبه لي يعني من قلقهم وقرفهم ده فوق دماغي من فوق امي واختي. طب ايه رايك بقى ان انا هروح اقول لمامي ونجلاء ان احنا طالعين نصيف، ولو انت بقى شاطر وجدع يبقى روح اقول لهم انهم مش هيروحوا معانا. ها رانيا،
ايه يا حبايبي في ايه؟ صوتكو جايب لاخر بير السلم. تلاقي رانيا نكدت على ابني زي عادتها. لا يا ماما ما نكدتش عليا ولا حاجه، مفيش حاجه. لا امال صوتكو كان عالي ليه؟ مامي اعملي حسابك ان عادل جاب لنا تذاكر علشان نروح نصيف في راس البر، ما تنسيش تحضري شنطتك. اخيرا يا ربي مش معقول. هنصيف بجد؟ هنصيف السنه دي يا عادل؟ لا لا لا، بس عشان تفهموا الموضوع صح، انا معايا اربع تذاكر بس، يعني في اتنين منكم مش هيطلعوا معانا. عادل انا ماليش في المصيف والحاجات دي، لكن لو انت غصبت عليا حتى الرواف. وانا مش ممكن اسيب ماما تسافر لوحدها ابدا، وطبعا ياسمين وهي مسافره معانا مش هتلاقي حد تقعد على حجره غيري عشان بترتاح معايا، صح يا ياسمين؟ صح. يعني ايه الكلام ده؟ انا متعوده كل سنه اني لازم اطلع المصيف. مصيف مصيف ايه يا ام مصيف؟ ما انت بقالك 3 سنين كنت بتصيفي في بيتكو عشان الملاحق اللي كنت بتجيبيها. بقول لك ايه يا رانيا، كده يا وحشه هتسيبي ماما لوحدها وتطلعي تصيفي لوحدك يا نادله؟ لا يا ماما، لا يا حبيبتي، ما تعيطيش، ما تسيبيني في البيت لوحدك ابدا. غاب لوحدك ايه بس يا حماتي؟ ما بنتك هتقعد معاك، انت خايفه ليه؟ يعني انت برضو مصر ان مامي النجلاء مش هيجوا معانا؟ امال احنا اللي مش هنطلع؟ ايه يا عادل؟ ايه انت اللي تجيب المصيف وتدفع فلوسه وامك ما تروحش؟ لو حصل كده لا انت ابني ولا اعرفك. ايه بس يا ماما، ازاي يعني؟ معقوله ماما انت هتطلعي معانا؟ يعني هتطلعي معانا ماما؟ انت هتطلعي معانا يعني هتطلعي معانا؟ ايه ده يا رانيا، وانتوا هتسيبوني مع سناء لوحدي؟ ايه سناء دي تلعب معاكي في الشارع؟ سناء حاف كده. شايفين بتعمل فيا ايه وانا قاعده وسطيكوا كده؟ امال لما تسيبوني معاها لوحدي هتعمل فيا ايه؟ بس انا عندي فكره. فكره ايه يا ياسمين؟ انا وبابا وماما نطلع المصيف، وبابا يختار واحده من تيتا وطنط سناء تطلع معاه، وماما تختار واحده من تيتا ونجلاء تطلع معاها، وبكده نبقى حلينا المشكله. فكره هايله. شفت حلتها العيله الصغيره. انا مش عيله صغيره، انا عندي 8 سنين. يا دولة بقى يا عم، ايه يا عم مالك مكتئب كده؟ بقى في حد يعني يروح المصيف ويبقى مكتئب كده؟ ده انا لما بروح القناطر بزقطط. يا رمز المشكله دلوقتي في الناس اللي عايزين يطلعوا معايا المصيف دول، انا مش عارف اخد مين واسيب مين. رد على ماما. رد. الو. ايوه مرات عمي. ايوه هنا موجود اهو عادل. أيوة لحظه واحده بس. دولة انت عرفت ازاي ان هي مرات عمي؟ هات يا ابني هات. يا ماما. لا يا ماما مش عايز حاجه، ربنا يخليك. يا ماما موضوع المصيف ده هنتكلم فيه بعدين يا ماما، انا في الشغل دلوقتي. حاضر يا ماما. لا اكيد طبعا. ماشي مع السلامه. مع السلامه. عرفت ازاي يا دول؟ شوف الراجل اللي جاي ده عشان عايز يسال على حاجه. شوفه. مفيش حد يا عم جاي يا عم. مفيش. هو 8 شارع المأمون فيه؟ لا هو الحقيقه انا مش من البلد دي، يعني هو اللي عارف هناك اهو. بص يا حضرتك، هو تاني شمال في اول يمين هتلاقي اول دور حسام، هناك بيركبوا غاز بالاماره. اتفضل. حسام. دولة ايه ده؟ انت عرفت ازاي الحاجات اللي قبل ما بتحصل كده؟ عرفتها ازاي يخرب؟ يا ابني كل يوم بيجي يسأل. شوف رد على حماتي. رد على حماتي. الو. ايوه خالت مرانيا. ايوه دول موجوده اهو. عرفت ازاي؟ بس يا حماتي. ايه الاخبار؟ ايه عملتي لي الكيكه اللي انا ما بحبهاش؟ اللي انا بحبها. طيب يا حماتي تسلم ايديك. لا شكرا، مش عايز حاجه يا حماتي. انا مش عايز حاجه. لا الف شكر. مع السلامه. قول لي يا دولة بقى، قول لي انت بتعرف الحاجات دي ازاي قبل ما بتحصل؟ يا ابني ده علم جامد جدا، وعالم ودنيا، حاجه ما تعرفهاش انت يا رمز. طب دولة يا ابن عم حبيبي، يعني ما تعلمني. اعلمك ان انت تعرف الحاجه قبل ما تحصل يعني؟ يا ريت. لا صعب عليك يا رمز، ده صعب جدا تدريبها والعمليه اللي بتتعمل. لا مساله صعبه قوي يعني. ليه يا دولة بقى؟ انا هستحمل يا عم. بص انا علشان اعرف الحاجات قبل ما تحصل زي كده دولة، انا ممكن استحمل اي حاجه. ماشي. عارف شنطة العدة اللي انت بتخبي فيها بنطلون البيجامة بتاعك؟ ايه ده، وعرفت دي كمان؟ روح هاتها. روح. غبي، دي شنطتي انا اصلا. غبي 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 يعني.
اوعى تكسر التمثال ده بالشنطه. ياه، وكنت هتعرف كمان ان انا كنت هكسره. انا شايفك يا تعال تعال، خلي بالك ده اغلى تمثال عندنا في البازار. اهو يا دول اهو، ماشي سيبه بقى على الارض. اهو يا دول وريني كده. بص يا رمزي، رمزي اهم حاجه في البني ادم القفا. يعني انت اصلا قفا. انا قفا؟ ايوه يا ابني، دي مش حاجه وحشه يعني. ما عندك مثلا محمود عبد العزيز، الحاجه الوحيده اللي غنى لها ايه؟ القفا. ما قال اه يا قفا اه يا قفا اه يا قفا، كان بيغني لك يا قاد. بجد يا دولا؟ امال ايه يا قاد؟ وريني بقى القفا ده عامل ازاي. يا نهار ابيض، ده اسود يا لا، يخرب بيتك. بص، هو القفا المفروض اول حاجه لازم تلمع ويبقى نظيف ويبقى بيبرق كده. وريني في العده كده، هات لي صنفره، هات لي صنفره، او هات لي مبرد، هات مبرد. حاضر، بس بنطلون بشب. انا مش قلت 100 مره ما تحطش بنطلون بالشبه ده في شنطه العده. انا ما كنتش عارف ان انت هتزعق لي كده. اشتغل بسرعه بقى، دول عايز اعرف، عايز اعرف. يا جماعه، انا في وضع محرج جدا، مش عارف اختار امي ولا اختار اختي. اعمل ايه؟ اعمل ايه بقى كده يا عادل؟ لسه بتفكر تاخد امك ولا لا؟ وما يفكرش ليه يا ماما؟ مش انا اخته اللي متربي معاه من هو صغير وبيحبني وانا طول الوقت بخدمه؟ اه يا دنيا واطيه، وانا اللي كان نفسي ان احنا ناخدك معانا. جرايا يا جماعه، جرايا يا ماما، ايه يا سناء؟ هتتخانقوا عشان اسبوع مصيف؟ انا ممكن اعمل اي حاجه يا عادل عشان اطلع المصيف ده. انا غبية وما بفهمش حاجة، وكمان عايشة في دور اللي بتفهم. يا حبيبتي أنا مقصودش ده كلكم، وطبيخي اللي بيطفش كل الرجالة كوم تاني. لا، ما عدا عادل ده يحمد ربنا إنه لقى واحدة زي كده شطورة وبتعرف تطبخ واخدة بالها من بيتها كويس. أنا سمعت تيتا بتقولي إن أنتي بتعرفي تطفشي جوزك كويس. انت اتجننتي في مخك؟ انت فاكره ان دي شتيمه؟ انا عايز اعرف، ده معناه ان انا بشكر فيكي، دي صفه كويسه. يا جماعه انا مش عايز اظلم حد، عشان كده البريزه دي هي اللي هتبقى الحكم ما بيننا. لو طلعت ملك تبقى انت يا سناء اللي هتطلعي معانا الرحله، لو طلعت كتابه يا ماما انت اللي هتطلعي معانا المصيف ده، اتفقنا؟ انا عايزه ملك. حاضر يا ماما، انت الملك وسناء الكتاب. انا عارفه يا عادل من الاول انك هتنحاز لماما، عارفه انك هتظلمني. اظلمك ايه يعني؟ هتحالف مع بريزه عليكي يعني؟ خلاص العب وخلصني يلا. حاضر. ها جاهزين؟ اه. ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت اللي مش عارف تلعب بالبريز، عامل لك ايه؟ ايوه تروح هاتها بقى. انا اللي هطلع المصيف. انا اللي هطلع وهوريك. انت هتقعدي في البيت وانا اللي هربيكي اساسا. لا لا، انت هتقعدي. بس بس بس، حظكم انتوا الاثنين عجيب، انتوا الاثنين مش هتطلعوا. لقيتها واقعه على سيفها. ده غير بقى انها بتاخد علبه البودره بتاعتك وبتستعمل الروج من وراكي. اه ربي، انا مش مصدقه تاني يا ربي. ما انا برجعهم تاني يا رانيا. بعد ما تكوني خلصتيهم يا حبيبتي. انا مره شفتها وهي بتستعمل كريم الشعر بتاعي. يا بنت انت فتانه كده ليه؟ فتانه كده ليه؟ اسكتي ده، اسكتي يا ماما. المصيف ده فرصه انا ما اقدرش افوتها. المصيف ما بيجيش كل سنه يا ماما. لو كنت عرفت ربيكي ما كنتيش قلتي كده. يا جماعه حرام عليكم بقى، كفايه. انا بالشكل ده هفكر جديا ان انا ما اخدش ولا واحده فيكم. نعم، اكملوا خناق بكره لو عايزين، عشان النهارده خلاص دماغي ضربت. ماما انا اللي هطلع المصيف، انا اللي هطلع المصيف. انا اللي هطلع المصيف يعني لازم اطلع المصيف. انت هتقعدي في البيت وانا اللي هطلع المصيف. هتشوفي هتشوفي انت. انا اللي هتشوفي ماما. ما تعندنيش. مش كل مره. لا انا اللي هطلع المصيف. انت انانيه يا ماما. لا، وانت اللي ما تربيتيش اساسا. ما ينفعش اطلع انا معاك المصيف ده؟ المصيف؟ الله يا رمزي، شكلها انا وانت بس اللي هنطلع المصيف ده. ربنا يخليك ليا يا دولا، احسن والله احسن. بس عايزين نبقى ناخد سناء معانا بقى. اشمعنى سناء يعني؟ يعني يا دولا انا قصدي يعني ان انت ابن عمي وهي بنت عمي وانا ابن عمكم، فكلنا عيله يعني. ده احسن يعني، انا بحب الرحلات العائليه قوي. يعني انا لو طلعت مع البيت هتبقى رحله شخصيه، وبعدين انت كل شويه تقول لي انا ابن عمك ويا بنت عمك، كل شويه تفكرني. معلش يا دولا بقى. عادل، انا عرفت ان انت مؤكد جعانين فقلت اجيب لك الغدا سخن. ربنا يخليك يا نقص. يعني اول مره تعمليها يعني يا سناء؟ حنينه والله، حنينه قوي يا نقص. انت اخويا ولازم افكر فيك طبعا يا عادل، مش انت جعان يا حبيبي قلت اجيب لك الغدا. سناء بصي، بطلي الحركات اللي انت بتعمليها دي. حركات ايه يا عادل؟ بدل ما تقول اختي حبيبتي كلفت نفسها وجابت غدا سخن ومشيت بيه كل المسافه دي عشان اجيبه لك لحد هنا، دي امك اللي اسمها امك ما عملتش كده يا عادل. صح صح، انت مالك انت تدخل بيني وبين اختي ليه؟ انت مالك؟ وبعدين عموما سناء يعني لسه كنت بتكلم مع رمزي دلوقتي وبقول له ان انا هاخد ماما معايا المصيف. ايه المشكله يا عادل؟ عادي يعني، دي ماما خدها معاك المصيف. انا مش بعمل كده عشان اروح المصيف، لا انا بعمل كده عشان بحبك.
بتحبيني؟ الله الله. بص يا نقنو، انا طول ما انا على وجه الارض هتطلع النقص في كل سنه. انت ايه اللي مشيك على وجه الارض؟ انت المفروض ما تبقاش على وجه الارض. عادل، انت صح هتاخد ماما معاك المصيف؟ هتاخد ماما معاك المصيف يا عادل؟ لا 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 لا، حنينة والله، حنينة حنينة. سيب شنطتي. ايه ده يا حبيبتي يا رانيا؟ معقولة انت واقفة بنفسك في المطبخ وبتعملي صلصة؟ هاتي يا روحي، ما تتعبيش نفسك ابدا، انا اعمل كل حاجة. يا سلام يا مامي، ما انا كل يوم بقف في المطبخ عشان اعمل الغدا لوحدي. لا لا، ودي تيجي رانيا حبيبتي عنك، انا اللي هعمل السلطة بنفسي. ايه ده؟ ايه ده؟ تعملي سلطه بنفسك زي ما انت كنت قاعده في السرير دلوقتي ونايمه وعامله نفسك نايمه؟ حبكت بقى انك تيجي لما لقيتيني جاي عشان اساعد بنتي؟ يا جماعه انا مش عايزه حد يساعدني. متشكره جدا. ازاي يا رانيا حبيبتي انا اشوفك تعبانه واسيبك كده وما ساعدكيش؟ ده انت عارفه كده في المصيف ده انا هريحك راحه. يعني مش هخليكي تهوبي ناحيه المطبخ. لا يا حبيبتي لا لا، دي بنتي بقى وانا اللي هريحها. مفيش حد بيخاف على بنته اكتر مني. ها انت عايزه تروحي صيفي عشان تتسرمحي في البلاج. خلاص يا سناء، يا سناء خلاص، عرفت يا ست ان انت بتحبيني وما تقدريش تستغنى عني، وان انت احسن اخت ليا في العالم كله. يا عادل، ده انا لما اروح معاك المصيف مش هسيبك خالص، رجلي على رجلك عشان ما حدش يعكسك يا حبيبي. يعكسني؟ كنتوا فين انتوا الاثنين؟ جات لي البازار يا ماما. عشان تاثر عليك وتخليك تاخدها هي وما تاخدش امك. يا جماعه حرام عليكم بقى. لا بجد حرام عليكم، انتوا هتموتوا بعض عشان المصيف ده. يا عادل انا تعبت خلاص، تعبت، انا مش عارفه اختار. انا بقى خلاص اخترت. هتاخدني انا صح؟ لا يا ماما. يبقى هتاخدني انا صح؟ لا برضو يا سناء، لا انت ولا هي. انا قررت اعمل حاجه هايله بقى، انا هعمل قرعه. انا موافقه. والقرعه دي هكتب اساميكوا انتوا الاربعه فيها، والاثنين اللي هيطلعوا في القرعه هم اللي احنا هناخدهم معانا. اوكي. سناء قومي هاتي ورقه وقلم. ما تقوم تجيب لي نفسك، انا ما فاكش يدين طالما فيها قرعه بقى. ماشي يا سناء ماشي. اجيب لنفسي ماشي. بس على شرط رانيا كمان هتدخل معانا القرعه. يا سلام، انت بتستهبلي ولا ايه؟ لا بس اشمعنى انت اللي هتطلعي المصيف من غير قرعه؟ نجلاء عندها حق، انت كتب اسمك معانا. يا عادل يا عادل الحق يا عادل، عايزين يخلوني اكتب اسمي في القرعه. ايوه طبعا، ده بقى راي الاغلبيه، وجوزك مش من حقه خالص انه يعترض. معلش يا رانيا يا حبيبتي، الديمقراطيه ليها انياب. وانت كمان اسمك اتحط في القرعه زينا زيك. انت بتستهبلي ولا ايه؟ معلش يا عادل يا حبيبي، الديمقراطيه ليها انياب. طب يا جماعه ما ينفعش نعيد القرعه تاني؟ يا عادل خلص وقول الاسماء اللي في ايدك، دي تالت مره تعيد فيها القرعه والتالته ثابته. خلاص انتوا حرين، اللي طلعوا عادل، انعام، نجلاء، مجيده. انا من الاول قلت نعيد القرعه دي. اعمل لك ايه؟ ما انا قلت عيد انت اللي قعدتي تستهبلي فيها. معلش بقى يا رانيا حبيبتي، حظك نحس واضح قوي النهارده، يعني تالت مره وما تطلعيش. معلش يا عادل مش مشكله، انا اقعد مع سناء بس ما تبقاش تنسى تسال عليا يا بيبي. لا اما انا مش هينفع اطلع بقى، سناء تطلع مكاني. بجد يا عادل؟ طب انا اي محضر الشوط. يعني ايه انا مش فهمانه؟ يعني بعد ما طلعنا في القرعه واسامينا كلها هناك، انت عايز تغير رايك؟ هناك فين يا ستي اساميكوا؟ ما القرعه هنا اهي. وبعدين اللي انا بقوله دلوقتي ان انتوا اللي هتطلعوا، انتوا الاربعه، انا هقعد مع رانيا. يا بيبي يا عادل يا حبيب قلبي، مش عايز تطلع هناك من غيري؟ استني بس يا حبيبتي، هما دلوقتي هيكسفوا على دمهم لما يلاقوا ان احنا مش هنطلع واحنا دافعين فلوس. انا بقى هاخد المايو بتاع رانيا عشان المايو بتاعي صغير عليا. ولا اقول لك انا هاخد المايو بتاعي احسن. لا لا لا، اصل انا كمان بقى مقرره ان انا انزل المايه، فعشان كده انا هاخد المايو بتاع رانيا. انا بقى مش هاخد اي مايوهات، بس هنزل المايه عشان اغرقكم. يا سلام، وانا بقى اللي هقعد ان شاء الله احرس لكم الهدوم. ايوه. لا طبعا، ياسمين هي اللي هتقعد تحرس الهدوم. شفتي لسه السكينه سرقاهم دلوقتي، هيحس ان هم عملوا حاجه غلط ويقولوا لنا اطلعوا انت. اصبري اصبري. باي باي، مع السلامه. باي باي يا رانيا حبيبتي، وحشونا. خلي بالكم يا ياسمين، عينينا عينينا. اسمعي كلام تيتا وشيشة. خدي بالك يا ياسمين مش هنتاخر. في شقه وخالتك نجلاء. معلش يا رانيا، السنه الجايه بقى تبقي معانا. اوعوا تخلوها تنزل الميه لوحدها. يا ستي ما تقلقيش، هي اساسا هتقعد بالهدوم. بس شفت اتكسفوا ازاي؟
رانيا يا حبيبتي لازم تبص للجانب الايجابي في الموضوع. كفايه قوي ان احنا لاول مره في حياتنا هنقعد مع بعضينا لوحدينا من غير التتار. فعلا معاك حق. بصي عادل، انا بجد نفسي بقى نهيد شهر العسل من اول وجديد. يا فاكره ما كنا بنبقى قاعدين في البيت ده لوحدينا؟ فاكره فاكره يا عادل لما كنا بنتكلم لوحدينا وبراحتنا وناكل براحتنا ونلبس براحتنا وما عليناش اي مسؤوليات؟ كلنا ما كلناش، خرجنا ما خرجناش، لبسنا مثلا. يا عادل بقول لك ايه، بالمناسبه السعيده دي هطلب بقى واحده بيتزا دلوقتي ناكلها انا وانت وبس. رجعكم نسيتوا حاجة ولا ايه؟ الرحلة اتلغت. المجاري ضربت هناك من 5 سنين فهدت العشش فلغوا المصيف. كويس قوي انكم جبتوا اكل، ده انا هموت من الجوع. حقيقة بس البيتزا دي على قدي انا وعادل. كده من امتى بقى انتوا بتاكلوا لوحدكم؟ ها مش كفاية انكم نقيتوا علينا؟ حاجة غريبة. عموما يا جماعه يعني ما تقلقوش ما دام انتوا جاهزين وشنطكم جاهزه وكنا عاملين حسابنا على المصيف، انا بفكر بجد يا جماعه ان احنا نطلع على بلطيم. ما دام راس البر ما نفعلش والعشش اتهدد، نطلع بلطيم. ماشي متفقين؟ متفقين. جاهزين؟ جاهزين.